أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله نحن الآن في أوائل الشهور الثلاثة العظيمة عند الله تبارك وتعالى شهور رجب وشعبان ورمضان المباركة وهذه الشهور موسم جيد لتزكية النفس وهذه الشهور أيضا موسم جيد للعبادات بأصنافها وبأنواعها وهذه الشهور الثلاثة المباركة مزدحمة بالمناسبات الإسلامية بأتراح وبأفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهذه المناسبات الإسلامية تستدعي من المؤمنين والمؤمنات الاهتمام بها قدر المستطاع اليوم العاشر من هذا الشهر الشريف رجب المرجب يصادف ذكرى ميلاد الإمام الجواد عليه السلام ويصادف على بعض الأقوال ذكرى ميلاد علي الأصغر عليه السلام الشهيد بكربلاء المقدسة يوم عاشوراء واليوم الثالث عشر من هذا الشهر الشريف يصادف ذكرى ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام واليوم الخامس عشر من هذا الشهر الشريف يصادف ذكرى وفاة السيدة زينب عليها السلام وبعبارة أخرى شهادة السيدة زينب عليها الصلاة والسلام إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون تعليقا على أحداث يوم الثلاثاء الأسود أقول ما يلي وباختصار شديد الشهيد الجديد المجدد الشيرازي الثاني صاحب سيدة الموسوعات الفقهية
Ayatollah al-Udhma al-Mujahid al-Hajj al-Sayed Muhammad ibn al-Mahdi al-Hussaini al-Shirazi Ridwanullah ta'ala alayh الشهيد الجديد قتل من قتله الخامنئي هو الذي قتله بالضبط لماذا لم يعلن عن ذلك للعالم لأن الإعلان عن ذلك كان يعني المزيد من الشهداء في إيران في صفوف رجال الدين وفي صفوف المؤمنين من غير رجال الدين. طيب الشهيد الجديد استشهد بيد الخامنئي وجرت له مراسم التشييع كالعادة وفي رجوع المشيعين بالجثمان إلى دار الشهيد الجديد لدفنه هناك حسب وصيته كلاب الخامنئي اعترضت الجثمان والمشيعين واغتصبت الجثمان في معركة شديدة بين الطرفين وذهبت بالجثمان إلى مدخل الحرم المعصومي الشريف. طيب هناك دفنوه في المدخل وتحت ممر الأرجل هتكا له. لاحظوا يا إخواني الدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء الإيراني رئيس الوزارة الإيرانية في عصره كان عدوا للشاه ومات حتف أنفه لم يقتله الشاه والزانية العالمية الشهيرة أشرف بهلوي أخت الشاه اقترحت على الشاه أن يدفن مصدق تحت درجة الطابق العلوي من قصر الشاه انتهاكا لحرمته وإهانة له ولكن الشاه لم يقبل ذلك ولذلك دفن في قريته أحمد آباد حسب وصيته. أما بالنسبة للشهيد الجديد الخامنئي بواسطة كلابه وبدون حضور الأسرة دفن الشهيد الجديد في مدخل الحرم المعصومي الشريف في الممر حيث الأرجل تدوس المرقد الشريف. بعد هذه العملية المجرمة أقرباء وقريبات الشهيد الجديد والمقلدون للشهيد الجديد كانوا يزورون المرقد الشريف
ونظام ديانة وحدة الموجود كان يتنرفز من هذا الشيء. الخامنئي كان يعتبر زيارة المرقد تحديا له، عينا كالحكام الأمويين والمروانيين والعباسيين الذين كانوا يعتبرون توافد الزوار إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة تحديا له. ولذلك كلاب الخامنئي كانوا يمانعون بنحو من الأنحاء زيارة المؤمنين والمؤمنات للمرقد الشريف، أما الزيارات لم تتوقف رغما على أنف الخامنئي. وقبل مدة الخامنئي رأى خطة جديدة حتى يقطع زيارة الرجال على الأقل عن المرقد الشريف، خصص المكان كله للنساء. وحسب هذه الخطة الرجال انقطعوا عن زيارة المرقد الشريف، أما النساء فالمقام أصبح خصيصا للنساء، فالنساء كان بإمكانهم زيارة المرقد. الخامنئي أراد في يوم الثلاثاء الأسود 3 من شهر رجب المرجب ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام، أراد أن يكمل خطته يمنع النساء المؤمنات أيضا من زيارة المرقد، فافتعل حملة إلحادية ناصبية وحشية في ذلك اليوم المقدس وفي ذلك الحرم الطاهر على النساء المؤمنات والعلويات كبعض منهن. تمت الحملة الإلحادية الناصبية على النساء. هنا ملاحظات. الملاحظة الأولى، تمت الحملة في ذكرى ميلاد الإمام الهادي عليه السلام، أليس هذا يدل على أن الخامنئي ناصبي؟ عفوا، تمت الحملة في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام، أليس هذا يدل على أن الخامنئي ناصبي يهين حتى ذكريات المعصوم المعصومين صلوات الله عليهم؟ الملاحظة الثانية، الحملة تمت في الحرم المعصومي الطاهر، أليس هذا أيضا يدل على أن الخامنئي ناصبي يهين الحرم المعصومي الطاهر؟ الملاحظة الثالثة، الحملة وقعت على النساء المؤمنات وخاصة على العلويات وبالأخص على المحجبات بالحجاب التام الكامل
الشامل أليس هذا يدل على أن الخامنئي ملحد لا يعير إيمان النساء أهمية لا يعير علوية النساء أهمية لا يعير حجاب النساء أهمية وثم الملاحظات تترى المعروف عن عمر أنه كان يضرب النساء وكان يأمر كلابه بضرب النساء أما علي عليه السلام فلم يضرب النساء ولم يأمر أنصاره بضرب النساء فهل هناك شبه بين الخامنئي وبين عمر أم شبه بين الخامنئي وبين علي عليه السلام من هنا اقترح بعض المؤمنين أن يلقب الخامنئي من يوم الثلاثاء الأسود وإلى يوم القيامة بعمر الخامنئي بدل علي الخامنئي وهناك شيء آخر العملية التي تمت على النساء المؤمنات وخاصة العلويات وبالأخص المحجبات بالكامل بالشامل بالتام العملية ذكرت الناس بما جرى في كربلاء المقدسة يوم عاشوراء بعد مقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه وعند هجوم الجيش الأموي اليزيدي على المخيم الحسيني الطاهر صور العملية ذكرت الناس بتلك الصور وهنا أليس صاحب العملية وهو الخامنئي شبيها بيزيد وهنا اقترح بعض المؤمنين أن يلقب الخامنئي من يوم الثلاثاء الأسود وإلى يوم القيامة بيزيد الخامنئي العملية ما كانت من أخلاق علي عليه السلام كانت من أخلاق يزيد لعنة الله عليه فإذا علي الخامنئي بدون مصداق بدون مصداقية أما يزيد الخامنئي له مصداقية وقليلا نرجع إلى الوراء الشاه رفض اقتراح الزانية العالمية الشهيرة أشرف تهلوي بدفن مصدق تحت درجة الطابق العلوي من القصر أما الخامنئي فأمر بدفن الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه تحت الأرجل هنا أليس هناك شبه شديد بين الخامنئي وبين الشاه عفوا أليس هنا الخامنئي أنذل وأكثر خسة ودناءة من الشاه من هنا إذا لقبنا الخامنئي حسب اقتراح بعض المؤمنين بالشاه خامنئي نكون قد ظلمنا الشاه من هذه الناحية لحساب الخامنئي على حساب الشاه الشاه لم يطبق هذا الاقتراح بينما الخامنئي طبق الاقتراح الأشد إخواني هناك اختلاف بين المؤرخين هل إن الجيش الأموي
عندما هجم على المخيم الحسيني الطاهر بعد مقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه، هل سحب حجاب النساء من رؤوسهن أم لا؟ البعض يقولون نعم والبعض يقولون لا. إذا اعتقدنا بكلام المؤرخين الذين يقولون لا، فالخامنئي يصبح أكثر خسة ودناءة ونذالة من يزيد في هذه الزاوية، في هذه الناحية، لأن كلاب الخامنئي نزعوا حجاب بعض النساء من رؤوسهن جبرا، ونزعوا النقاب من وجوههن جبرا. فهنا عندما نقول يزيد الخامنئي نكون قد ظلمنا يزيد لحساب الخامنئي في هذه الناحية. إخواني، هجموا على النساء المسالمات في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام وفي الحرم المعصومي الطاهر بالهراوات، وانتشرت النساء يمينا وشمالا، وصاحت النساء وضجت النساء، واعترضت جماعات الزائرات على كلاب الخامنئي، ولكن كلاب الخامنئي قالوا هؤلاء رجال تحت العباءة والنقاب والقفاز والجورب الأسود، هؤلاء نفس الإرهابيون الذين يفجرون ويغتالون في العراق، جاءوا إلى هنا حتى يفجروا الحرم المعصوم الطاهر. يعني البهتان، يعني نفس أساليب صدام. من هنا اقترح بعض المؤمنين أن يلقب الخامنئي من يوم الثلاثاء الأسود وإلى يوم القيامة بصدام الخامنئي بدل عن الخامنئي، لأن الأسلوب أسلوب صدامي. حتى النساء الزائرات لا يدافعن عن النساء المظلومات. ثم اعتقلوا من تمكنوا من اعتقاله من النساء، وقادوهم كالأسرى إلى محل في الصحن المعصومي الشريف، وهناك أحضروا سيارة كبيرة إلى داخل الصحن الشريف. الشيء الذي لم يعمله حتى الشاه في عصره. اذهبوا إلى مشهد المقدسة، اسألوا من أهالي مشهد المقدسة عندما كان الشاه يزور مشهد المقدسة كيف كان يزور؟ طائرته كانت تحمله من طهران إلى مشهد المقدسة، ومن مطار مشهد المقدسة الهليكوبتر كانت تحمله إلى الساحة المقابلة أمام الصحن الرضوي الشريف. كان يترجل من الهليكوبتر ويمشي داخلا للصحن الرضوي الشريف. أما هؤلاء جلبوا سيارة كبيرة
عبر الممر إلى داخل الصحن المعصومي الشريف، إهانة لكرامة السيدة المعصومة عليها السلام. وهناك حشروا النساء بالقوة في السيارة وقالوا للنساء نأخذكم الآن إلى منازلكم، وثم أخذتهم السيارة إلى السجن الرهيب المسمى بالسجن الساحلي في قم المشرف. أسلوب صدام الخامنئي أو علي الخامنئي، بالتأكيد صدام الخامنئي. وهناك جعل 10 من النساء في زنزانة مترة في مترتين فقط، مع شباك صغير في أعلى الزنزانة بدون أي تكييف هواء في حر صيف قم الشديد، وبدون أكل وبدون ماء. وطلب الأكل عيب، أما طلب الماء فليس بعيب. النساء طلبنا الماء بعد الظروف القاسية التي مرت بهن، فالسجانون قالوا لهن هنا الماء بالثمن، والنساء ما كنا يحملن معهن ثمنا. الأسلوب أسلوب صدامي، صدام الخامنئي مو علي الخامنئي. وبعد الضغوطات العالمية المتنوعة الكثيرة تنازل الخامنئي فأطلق النساء. أما هناك جماعات من النساء المضروبات تمكن من الفرار قبل إلقاء القبض عليهن، وجماعة من النساء المضروبات سجن. صحيح أطلقنا، ولكن الجماعتين من النساء يعانين من مشاكل جسدية ونفسية متنوعة كبيرة. أذكر لكم بعض الموارد بالنسبة للسجينات المؤمنات العلويات القريبات للشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه. إحداهن لا تتمكن من الحركة إلا بالاعتماد على شخصين من جراء التعذيب. إحداهن حسب تقرير الطب العدلي يحتمل قويا إصابتها بالنخاع، والطب العدلي حولها إلى طبيب أخصائي في النخاع. اثنتان منهن حاول كلاب الخامنئي خنقهن كنوع من أنواع التعذيب. اثنتان منهن فرق بينهما وبين طفليهما الرضيعين بقوة. إحداهن عمرها 11 سنة، إحداهن عمرها 12 سنة. أما بالنسبة إلى الناجيات المضروبات، الناجيات من الاعتقاد، إحداهن تأثر جنينها، ما معلوم تسقط الجنين نتيجة أم لا. إحداهن عمرها 12 سنة، إحداهن عمرها
11 سنة. اثنتان العمر 7 سنوات فقط. مضروباتها جك حيد. احداهن عمرها 9 سنوات. احداهن عمرها 10 سنوات. اما القضايا الاخرى وهي كثيرة متنوعة، اما الصور الاخرى وهي كثيرة متنوعة ايضا، فاتركها للاخرين حتى يتكلموا بها ويفضحون نظام ديانة وحدة الموجود، ويفضحون الخامنئي. وهناك بعض الملاحظات. إخواني العارفون بالسياسة الإيرانية يقولون لماذا الخامنئي خالف وصية الشهيد الجديد بالدفن في داره، وجاء به ودفنه في الممر؟ لأن الخامنئي كان يتصور أن الشهيد الجديد عندما يدفن في داره فالزوار يتوافدون على الدار وتحدث هناك تظاهرة مستمرة. أما انقلب السحر على الساحر، القضية صارت معكوسة، توافد الزوار والزائرات على مرقد الشهيد الثاني في الممر أصبح أكثر من توافد الزوار والزائرات إذا كان الشهيد الجديد يدفن في داره وحسب وصيته. بعد اعتقال النساء بعد ضربهن، الرجال سمعوا الخبر فجاءوا حتى يعرفون حقيقة الخبر، فشاهدوا صور مروعة فتدخلوا في القضية. كلاب الخامنئي ضربوا الرجال علنا في الصحن المعصومي الشريف وأمام الجماهير، وألقوا عمائم البعض واقتادوهم إلى السجن، وتحت الضغوطات العالمية أفرجوا عنهم. وفيهم أقرباء الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه. بعض النساء كلاب الخامنئي كانوا يسحبونهن كنوع من أنواع التعذيب، كانوا يسحبونهن على الأرض كنوع من أنواع التعذيب. سؤال، هل الخامنئي يتمكن أن يدعي الغيرة؟ من يهجم على النساء المؤمنات العلويات المحجبات بالكامل وينزع غصبا حجابهن ونقابهن، هل هذا يتمكن أن يدعي الغيرة؟ كلا، الخامنئي عديم الغيرة بل ضد الغيرة. الخامنئي حسب المثل المعروف ذئب في لبوس الشاة. الخامنئي ظاهره شكل وباطنه شكل آخر. كلاب الخامنئي كبلوا أيدي بعض النساء المؤمنات العلويات المحجبات أمام الناس. كلاب الخامنئي في السجن الساحلي الرهيب
في التحقيق مع النساء المؤمنات العلويات المحجبات الكامل. هناك المحقق كان رجل، بعض الأوقات المحقق كان رجل ومعه امرأة، أما بعض الأوقات المحقق رجل واحد. يعني الخامنئي ضد الغيرة، الخامنئي ملحد ناصبي وحشي ضد الغيرة، لا يعترف بكرامة الإمام الهادي عليه السلام ولا يعترف بكرامة السيدة المعصومة عليها السلام، ولا يقيم لحجاب النساء وزنا، ولا يقيم للعلويات وزنا. الخامنئي مجرم غريب. إخواني شوفوا، عندما نقبل اقتراح المؤمنين أن نلقب الخامنئي من يوم الثلاثاء الأسود وإلى يوم القيامة بعمر الخامنئي، يزيد الخامنئي، صدام الخامنئي، الشاه خامنئي، لماذا نقبل هذه الاقتراحات؟ وهناك اقتراح جديد قدم إلينا، أن نلقبه بأبي لهب الخامنئي. لماذا؟ لأن أبو لهب الهاشمي الذي ناقض الخط الهاشمي المتجسد في رسول الله صلى الله عليه وآله، والخامنئي هاشمي ناقض الخط الهاشمي المتجسد في الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه. ومن الصدف الغريبة أن الشهيد الجديد سمي رسول الله صلى الله عليه وآله، والخامنئي ناقضه حيا وناقضه ويناقضه ميتا. طيب سؤال، لماذا نطلق على الخامنئي هذه الألقاب؟ أبو لهب الخامنئي، عمر الخامنئي، يزيد الخامنئي، صدام الخامنئي، الشاه خامنئي، لماذا؟ يعني هل خامنئي أنزل من عمر؟ أنزل من يزيد؟ لا، القضية في نكتة أخرى. القضية هي لم يرفع أبو لهب ولا عمر ولا يزيد ولا الشاه ولا صدام في يوم من الأيام الشعارات الإسلامية الولائية البراقة التي يرفعها الخامنئي. من هنا عندما نلقب الخامنئي بأبي لهب وعمر ويزيد والشاه وصدام، نكون قد ظلمنا أبا لهب وعمر ويزيد والشاه وصدام من هذه الناحية على الأقل. أولئك لم يرفعوا شعارات الولاية، والخامنئي دوخ العالم بشعارات الولاية. القضية هنا، القضية هنا. إخواني الحديث طويل، ولا أريد أن أحرف مجلس الحديث الشريف على مود الخامنئي، ولكن إجمالا أقول، وإن أحببتم فقولوا معي: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن الخامنئي لعنا وبيلا، وعذبه عذابا شديدا أليما،
وَحْشُرْهُ مَعَ قُنْفُذْ وَالشِّمْرِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى مُحَمَّدْ.